التصويت والمصادقة على مشروع المحضر السابق، واش فيه شي كلام مغاير بحال اللي غادي يعتلم، واش لا، واش كذا، صافي. النقطة الثانية كاين برنامج عمل، اجي قول ما بغيتش هادي بغيت هادي، ما بغيتش هادي بغيت هادي. نقصوا المشاكل المهنيين، المهنيين في الجهه كامله راه مقروره، راه حنا غادي نجيو كنهضروا بها. اسمح لي السيد الرئيس، انا شفت الدوره. النقطه الثانيه اللي اكدت عليها السيد الرئيس هو الحضور الغياب ديال بعض العضوات اللي هو لم يشرفونا، والعضوات والعضو اللي لم يشرفونا بعد هذا الغرفه. هذا عندنا سنه واربع شهور تقريبا كتدير الدورات، وكاين بعض العضوات والاعضاء اللي مازال ما تصحوش بها، يجب تقريبا في المسطره. هذا فيما يخص المحضر. والسيد الرئيس انا حبذا لو رجع مكتب صداقة الامضاءات في اقرب وقت. شكرا. المعارضون